أجواء باردة بشكل عام ونشاط للرياح الشرقية أحيانا وصقيع في بعض المناطق ليلا، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقص العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن يتزايد تأثر المملكة بما يسمى المرتفع الجوي السيبيري، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة تكون درجات الحرارة باردة في معظم مناطق المملكة مع وجود لبعض الغيوم المتفرقة، وأيضا مع ساعات الليل من المتوقع أن تنخفض أيضا درجات الحرارة وقد تصل إلى الصفر المئوي في بعض المرتفعات الجبلية وتحديدا في المناطق الجنوبية. وأما فيما يخص سرعة الرياح فمتوقع بمشيئة الله أن تكون الرياح جنوبية شرقية، مما يعمل على زيادة الشعور بالبرودة في معظم مناطق المملكة. وأما في ساعات الليل وتحديدا في العاصمة عمان فالأجواء باردة جدا، تصل إلى 4 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 9 كيلومترات بالساعة. أما في 3 أيام القادمة وفي العاصمة عمان يوم الأربعاء 12 مع غيوم متفرقة 3 درجات ليلا أجواء باردة، يوم الخميس 10 درجات إلى 3 درجات، ويوم الجمعة كذلك الأمر ولكن مع ارتفاع بسيط على درجات الحرارة الليلية لتصل إلى 5 درجات مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة. شمالا في إربد من 15 إلى 5 درجات، في المفرق 12 إلى 3 درجات، في جرش 15 إلى 4 درجات، وفي عجلون من 14 إلى 4 درجات مئوية. في العاصمة عمان 12 إلى 3 درجات، في الزرقاء 14 إلى 3 درجات، في البلقاء 13 إلى 3 درجات، مادبة 12 إلى درجتين، وفي البحر الميت 21 إلى 13 درجة في ساعات المساء. في الكرك 13 إلى 3 درجات، من 11 إلى 3 درجات في الطفيلة، في معان 12 إلى 0 مئوي، في جبال الشراء من 10 درجات إلى درجة واحدة، وفي العقبة من 22 إلى 12 درجة مئوية. في المناطق الشرقية في الويشد 12 إلى 0 مئوي في ساعات الليل، في الصفاوي من 12 إلى درجتين، والأزرق من 15 إلى 3 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.